طبعا مشاركتنا معرض 2014 دي هات ما هي وليدة الساعة. احنا شاركنا في اكثر من 8 دورات و9 دورات في معرض دي هات. يعتبر معرض ده معرضنا، احنا فاميليار جدا للمعرض والشركة المنظمة للمعرض. طبعا مشاركتنا السنة دي في المعرض كانت مشاركة تختلف من المشاركات السابقة. كنا بنركز اكثر على الاعلام والتوثيق الاعلامي اللي هو الدوكيومنتريز. طبعا اول شيء نحن نشكر الامارات شيخ وحكومه وشعب وشركه منظمه للمعرض زي كده، انه فكروا فكره معرض يختص بالاهتمام بالانسان. فلما فكرت الامارات او فكرت الشركه المنظمه بتوجيهات من شيخ الدوله امير الدوله، كان تفكيرهم جدا جيد انه بيهتموا بالانسان. فايش يعملوا؟ يعملوا حاجه اسمها ريليف، لغاثه الانسان الملهوف في حاجته والمعوزين والمحتاجين. فعملوا معرض ومؤتمر لهذه الاغاثه والتطوير. واحنا طبعا تواجدنا في كنا حريصين جدا على التواجد في هذا المعرض. هو ما يميز المعرض السنه دي انه تطور بشكل ملحوظ، يمكن عن السنه اللي فاتت يمكن تعدى المراحل المفروض احنا الواحد يعتقد انها تطورت.